انت اتجوزتي عن قصه حب؟ اه. قعدتي كام سنه بتحبي؟ قصه حب جميل. سنه سنه بس كنا مستعجلين على الجواز. اوكي. ولا انت اللي كنتي مستعجله على الجواز؟ لا والله هو اللي كان مستعجل. اوكي. واتجوزتوا؟ ايوه. عن قصه حب سنه. عشتي معاه كام سنه؟ عشنا 7 سنين. 7 سنين؟ كان الابيض اكتر ولا الاسود؟ لا الابيض كان اكتر. الابيض كان اكتر عشان كده خلفنا ولد وبنت. فحياه لطيفه. وسهل ان انت تبيعي حد بتحبيه؟ لا مش البيعان ايه والسيبان ايه؟ ده انت فاهمه الفرق بينهم هما الاثنين. البيعان يعني انت قررتي باي باي من غير ابداء الاسباب ومن غير مقدمات ومفيش تراكمات. انت قررتي دلوقتي ان باي باي. لكن ساعات بتودعي حد فبتنفصلي عن طريقه. بيبقى فيه بقى تراكمات. في قرارات. وصلنا للقرار النهائي ده. جوازك عطلك عن النجوميه؟ لكن البيع فيه غدر شويه. جوازك عطلك عن النجوميه؟ لا بالعكس كان مفيد. في ايه؟ الاستقرار. دايما الفنان اللي يلخبطه في حياته ويقلل ابداعه. لان اللي عايز يبقى نجم ده وبالذات بيشتغل في حاجات فنيه زي رسم زي نحت زي مزيكا زي غنى زي تمثيل. اي حاجه فيها ابداع من جواكي من الشخص نفسه. يعني مش حاجه بنذاكرها بنروح نمتحن فيها. معتمده على مجهودك وموهبتك الشخصيه. محتاجه استقرار. فالاستقرار بالنسبه للراجل والست ان يبقى في اسره يبقى في بيت. لو ست تحقق حلم الامومه. لو راجل يلاقي هدومه اكله شربه حبيبته او مراته امه راضيه عنه. ابوه بيدعي له يبقى في فاميلي حواليه. انت راضيه عن نفسك؟ الاستقرار كان مهم بالنسبه لي. لا انت راضيه عن نفسك؟ انا كانتصار يا بنتي راضيه عن نفسي جدا جدا ده الرضا انا فعلا.